منتج؟ السلام عليكم حاج صلاح. شغال في الخيامية في صنع شنط يدوية. ده منتج لسه هيتشطب. في انواعه كلها، يعني في حاجات ما شاء الله حلوة قوي على فكرة. واخد بالك؟ حاجة كده اهو جميلة. في حاجة بقى السعودية طالبة مني طلب؟ جمل؟ جمال. ادي كده، ده جمل وده جمل، ده يختلف عن ما قلناش ده. السعر معلش ما هقولك في الاخر. انا ببيعها ب 300 جنيه. وما تيجي تشتري جملة يبقى فيها مساودة شوية. ماشي. وجلد طبيعي؟ كله طبيعي. كله طبيعي يا جماعة. انا جبت الولاعة اولعها شوية. كله طبيعي. استنى كده. بيولع لكم الشنطة. جلد طبيعي ب 300، لو هنيجي نشتري مهاوي فيها هيهاوت شوية. بص بقى ده. ده الشنطة اهي. قبل الشنطة ما بتتعمل بعمل الحاجة بتاعتها. الحاجة بتاعتها ازاي؟ صورك اكتر قريب. ماشي. يعني انا دلوقتي بص الحاج صلاح يورينا ازاي بيعمل الشنطه. الاول هو ده جلد طبيعي برضو؟ لا ده الاستريشن بيجي من بره. الصور دي بطبعها. صور مطبوعه. دي بقى قماش. الصوره هتبقى كده. ما شاء الله جميله والله. فيها حرف هنا كده. لا ده انا هجيب المره الجايه واحده ثانيه، انا اشتريت واحده من عندهم على فكره. ان شاء الله. ونقص كده الحرف. بيقص الحرف؟ على اساس ايه؟ يسويها. نصنعها. بتسويها، بتسوي الشكل. ادي الشكل. بص يا جماعه. وادي الشكل. وادي الشكل. قبل ما تفنش بقى، قبل ما تخلص. يعني كذا مرحله مش مرحله واحده. دي بقى بتتخيط على الايد على كل شغل يدوي، مفيش مكن. مفيش مكن. كلها يدوي. طب ممكن شنطه بعد ما تخلص خالص بس وريني بقى على حاجه؟ هي متخلصه خالص. ده كحلي. الله. في منها نبيتي وكحلي. مشكلتي انا ما بعرفش اشيل الشنط الكبيره دي، عايزه حاجه تتعلق في الرقبه. تحفه. جميل. كده متشطبه. كده متشطبه. وريني بس كده. الظهر ايه؟ الكباسين والخياطه دي. ما هو يدوي. خياطه يدوي دي بقى اصلا خياطه جامده. لا لو اتقطعت بعد 5 سنين اغيرها لك. جامده جامده ما شاء الله. دي كده بعد ما اتشطبت شكل من الاشكال، شكلها حلو قوي يا جماعه على فكره. طبعا ده الكحلي دي النبيتش. اللي هي العصافير دي. نبيتش. هي الشكل بره والجلد من بره نبيتش. اهو. جميله جميله والله قوي. في اي وقت تعالي. انا اصلا بحب الحاجات دي. لا انا هاجي اجيب واحده تانية. وريني معلش انا اسفه اللي فوق دي. لا اللي هي اللي على هافون دي. اللي هي اصغر من دي. اللي هي دي اللي هي الفراف اللي في الوسط. لا اوريك احلى كمان. ماشي. شكرا يا ماشي دي. حلو جميله. سيمبل قوي وواخده خيط يدوي ب 275. جميله قوي. عشان انا بصنع الحاجه انا بعملها. دي بقى رجالي؟ مفيش فرق بين الست والراجل في اللبس. دي بكام؟ دي ب 300. حلو قوي. شكلها تحفة. جميلة. 300 جنيه. الأسود. خلاص؟ في حاجة كده عالية بقى شوية. خلي بقى في الشغل الإيه؟ الأعلى. الأعلى. سادة وأعلى. 350؟ لا. كام؟ دي ب 600 جنيه. دي ب 600. واخدة جلد زيادة. وبعدين واخدة صنع. فهمت. وفي منها مطبوع. اللي هي لا انا قلت لك عليها فوق دي. دي ب 600 اللي انت وريتها لي. الشنطه الظهر بكام؟ دي 550 ليك. 550 ليك لينا.
على جلد السوداني كده اللي هو الايه الجلد الضاني. بس يا جماعه هنا الجلد هنا حاجه تانية خالص. وحزمه الحزمه بقى من كام؟ عشان انت بتسجل حساب عشان الناس تقول لي التسجيل. ما انت مش بتبيع بنفس الاسعار؟ اه لا الجمله هيتقال غير الاسعار. لا انا الجمله ارخص. الجمله انت ما تبعت الواحد ما تعرفش السعر كام. انا مش ببعت، انا بنزل على القناه. بص يا جماعه الجمله حاجه والقطاع حاجه. تمام دي جميله. شكرا يا باشا. مش السلام عليكم. النهارده الجلد. شكرا يا باشا. ترى الف خير.